مشاهدين عبر قناة نورسات الفضائية وتلفزيون تيليلومير، يتجدد معكم لقاؤنا الأسبوعي والذي نستهله بأبرز العناوين. البابا فرانسيس يلتقي جموع الحجاج في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بيوم الحج لمزار سيدة الجبل في عنجرة بمحافظة عجلون. رئيس الأساقفة يترأس قداساً إلهياً في كنيسة قلب يسوع الأقدس للسلزيان في بيت لحم. وفي نشرتنا أيضاً قداس احتفالي بذكرى تأسيس تلفزيون تيليلومير وفضائية نورسات. أهلاً بكم. كعادتي كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان، رحب قداسته بجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم وخاصة الناطقين باللغة العربية القادمين من الشرق الأوسط، وقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، كانت ثمرة العنصرة الحلول القوي لروح الله على الجماعة المسيحية الأولى أن العديد من الأشخاص قد شعروا بأن قلوبهم قد اخترقها الإعلان الفرح للخلاص بالمسيح وتبعوه بحرية، فارتدوا ونالوا المعمودية باسمه وقبلوا بدورهم عطية الروح القدس. يخبرنا الإنجيلي لوقا عن هذا الأمر إذ يظهر لنا كنيسة أورشليم كالنموذج لكل جماعة مسيحية. إن رواية أعمال الرسل تسمح لنا بأن ننظر عبر جدران البيت الذي كان يجتمع فيه المسيحيون الأوائل كعائلة لله، فسحة لشركة المحبة بين إخوة وأخوات في المسيح. وإذا تفحصناها في داخلها يمكننا أن نرى أنهم كانوا يعيشون بأسلوب دقيق، كانوا يواظبون على تعليم الرسل والمشاركة وكسر الخبز والصلوات. إن المسيحيين يصغون باستمرار إلى تعليم الرسل ويعيشون نوعاً راقياً من العلاقات الشخصية حتى من خلال شركة الخيور الروحية والمادية، يقيمون تذكار الرب من خلال كسر الخبز ويحاورون الله في الصلاة، بعكس المجتمع البشري حيث يميل المرء إلى تحقيق مصالحه بغض النظر عن الآخرين أو حتى على حسابهم. فالكنيسة إذن هي الجماعة القادرة على أن تتقاسم مع الآخرين لا كلمة الله وحسب، وإنما الخبز أيضاً، لذلك تصبح مصدر بشرية جديدة قادرة على أن تحول العالم وتبعث في المجتمع خميرة العدالة والتضامن والشفقة. ولأنها تختار درب الشركة والانتباه للمعوزين، يمكن لهذه الأخوة أن تعيش حياة لترجية أصيلة، لأن الليتورجية ليست إحدى الجوانب العديدة للكنيسة بل هي ما يعبر عن جوهرها. وفي الختام تذكرنا رواية أعمال الرسل أن الرب يضمن نمو الجماعة. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لنرفع صلاتنا إلى الروح القدس لكي يجعل من جماعاتنا أماكن تقبل وتعاش فيها الحياة الجديدة وأعمال التضامن والشركة، أماكن تكون فيها الاحتفالات الليتورجية لقاء مع الله وتصبح شركة مع الإخوة والأخوات، أماكن تكون أبوابا مفتوحة على أورشليم السماوية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ricordatevi sempre che questo è il modo di vivere di una comunità cristiana: armonia, testimonianza, povertà e avere cura dei poveri. Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، كان جميع الذين آمنوا جماعة واحدة يجعلون كل شيء مشتركا بينهم، يبيعون أملاكهم وأموالهم
ويتقاسمون الثمن على قدر احتياج كل منهم. تذكروا على الدوام أن هذا هو أسلوب عيش الجماعة المسيحية: تناغم وشهادة، فقر واعتناء بالفقراء. ليبارككم الرب. في احتفالية رائعة شارك بها حوالي 80 سيدة من رعايا كنيسة السريان الكاثوليكية في عمان، عقد في كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في الأشرفية لقاء احتفالي استهل بمحاضرة قيمة لقدس الأب فراس دردر راعي الكنيسة السريانية الكاثوليكية في الأردن بعنوان العائلة المسيحية قلب نابض في قلب الكنيسة الأم. وقد توزع الحضور إلى مجموعات ناقشوا الدروس والعبر المستنبطة من موضوعات المحاضرة، والتي تلاها عرض فيلم اجتماعي عن دور العائلة في المجتمع. وفي ختام اللقاء تقاسم الحضور عشاء المحبة وسط أجواء إيمانية سادتها مشاعر الود والفرح. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطالله مطران الروم الأرثوذكس قداسا احتفاليا أقامه مكتب نورسات الأردن بمناسبة مرور 29 عاما على تأسيس تلفزيون تيلولومير و18 عاما لفضائية نورسات. التفاصيل في سياق هذا التقرير. بركة يا مملكة الآب والابن والروح القدس لنا كل وان وإلى دار دائرين. احتفلت فضائية نورسات مكتب الأردن بذكرى مرور 29 عاما على تأسيس تلفزيون تيلولومير و18 لنورسات، وذلك بقداس احتفالي ترأسه سيادة المطران خريستوفوروس عطالله مطران الروم الأرثوذكس في عمان. عاون سيادته في الصلاة سيادة المتروبوليت فينيديكتوس رئيس دير القديس يوحنا المعمدان في موقع معمودية السيد المسيح المختص، وكل من الآباء قدس الأيكونوموس إبراهيم دبور والأيكونوموس باجس خوري والأيكونوموس بطرس جنحو. حضر القداس الذي أحياه بالتراتيل البيزنطية الشجية جوقة الرعية مدير مكتب فضائية نورسات الأردن والأراضي المقدسة الدكتورة باسمة السمعان والأخت كاترينا من راهبات دير السيد العذراء ينبوع الحياة في دير دبين، وحشد كبير من أبناء الرعية. قال الرب لتلاميذه: كل من يعترف به قدام الناس أعترف أنا به قدام أبي الذي في السماوات، ومن ينكرني قدام الناس أنكره أنا قدام أبي الذي في السماوات. وعقب الإنجيل المقدس وتقديس القرابين تحدث سيادة المطران خريستوفوروس في عظته عن الروح القدس الذي حل على التلاميذ والمواهب التي أعطيت لهم من هذه النعمة، واستذكر سيادته بأن الكنيسة اليوم تحتفل بأحد القديسين الذين بمحبتهم وتضحيتهم تبعوا السيد المسيح وحملوا صليبه بفرح. خدنا مواهب الروح القدس لما الكاهن مسحنا وحكالنا وختم كل عضو من أعضائنا بختوم الروح القدس، وهو يحكي ختم موهبة الروح القدس أمين، يعني ختم كل عضو من أعضائنا بختوم الروح القدس، وأصبحت أعضائنا مش إلنا ولكن للمسيح، وأصبح جسدنا هو هيكل للروح القدس حتى الروح القدس يسكن فيه يسكن فيه. وهيك الإنسان نحن البشر اللي سقطنا بآدم عدنا للفردوس بيسوع المسيح. هذا هو فرح، هاد هو مجد، هاد هو بهاء الكنيسة وأبنائها، وبالتالي كل واحد منكم أبنائي بهاءكم ومجدكم وفرحكم إنكم أنتوا أبناء المسيح. وبعد العظة تحدث سيادة المطران عن تلفزيون تيلولومير وفضائية نورسات وقال: إننا اليوم نرفع صلاتنا خلال الذبيحة الإلهية لنورسات وأعوامها المباركة التي مضت وأعوامها القادمة المملوءة بالعطاء وخدمة البشارة للمسكونة. أبنائي، اليوم بأحد جميع القديسين كمان اليوم رفعنا صلاة، رفعنا دعاء
من أجل قناة تلفزيونية اللي هي قناة نور سات، قناة تليليمير، بعد سنوات طويلة إلها من الخدمة في عملها البشاري. وعشان هيك حابب أطلب من الست بسمة، أنا ما بشوف من بعيد، وين هي؟ نادولي إياها هون. أنا ما بشوف من بعيد، بطلع عليكم بس مش شايفكم كويس، بس بعين قلبي بشوفكم وين ما كنتوا، وبالصلاة دايما بشوفكم. تعالي يا بنتي هون، تعالي جنبنا. اليوم بهاي الصلاة اللي رفعناها لنور سات، للقائمين بهذا العمل وعلى رأسهم الدكتورة باسمة السمعان اللي لها كل المحبة، بيقوموا بعمل كتير مهم، والعمل هو جزء من عمل الكنيسة، من عمل البشارة، حتى ينسمع صوت الكنيسة وصوت الحق في عالم اللي ما بده يسمع الحق. قديش في بركة كبيرة لإلهم إنهم بنشروا هذا الصوت، صوت المسيح وصوت الحق. وقدم سيادة المطران خريستوفوروس باسم غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث وباسم المجمع المقدس درعا تكريميا للدكتورة باسمة السمعان، مديرة المكتب الإقليمي لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة، بمناسبة 29 عاما على تأسيس تليلومير و18 لنورسات. باسم المطرانية، باسم كل كليروس بطريركية القدس، ست باسمة، من خلالك لهاي القناة منقدم كل الشكر والبركة والنعمة، ومندرع على ربنا إنه يعطيكم الحكمة والصبر، القوة والنعمة، حتى تستمروا في عملكم هذا المبارك والمقدس لمجد الله ولمجد الكنيسة، هاي الكنيسة اللي المسيح افتداها بدمه. ربنا يبارككم. وحبينا بهذا اليوم اللي بتحتفلوا في مرور بفكر 29 سنة عن تليليمير و18 سنة على نور سات، متذكر صح؟ ايه الحمد لله. فبالتالي هاي السنوات هي سنوات عطاء وخدمة، سنوات تضحية ومحبة. ربنا يبارك عملكم كلكم الموجودين هون وفي لبنان وفي كل مكان من في أماكن العالم. ربنا يبارككم. حبينا اليوم نقدم لكم درع باسم الكنيسة بالمطرانية، وهذا عربون محبة لإلكم وتقدير على كل إشي بتقوموا فيه. ربنا يبارككم، وكل سنة وأنتم سالمين. وختم سيادته كلمته بأن الكنيسة الأرثوذكسية تبقى على الدوام الداعم والسند لهذه الفضائية التي انتشر عبق بشارتها في أرجاء المعمورة، داعيا الجميع لرفع صلاته لتبقى نورسات منارة في الشرق ونورا في عالم أصبح محتاجا للنور. وبعد الانتهاء من القداس توجه سيادته مع الآباء الكهنة والدكتورة السمعان لقاعة الكنيسة، حيث قدمت الدكتورة السمعان كلمة أمام الحاضرين عبرت من خلالها عن أصدق مشاعر المحبة التي قدمت لنورسات، وقالت: نورسات استمرت 29 عاما كتلفزيون و18 سنة فضائية تنشر نورها ورسالتها التعليمية والروحية للعالم، فهي ذلك المنبر الحر لكل الكنائس والشاهد الحي والمثال للإعلام الحر من أجل العدالة والإنسانية أينما وجدت. ومن القلب أقدر كلمات المحبة التي أهديتمونا إياها والتي أعطتنا كما كانت دائما دعما وإصرارا كي نواصل مسيرتنا ونقدم الأفضل. إيمانكم بنا كفريق عمل هو بالحقيقة دافعنا في عطائنا ورسالتنا، والتي هي رسالة المحبة والسلام والتلاقي. نورسات استمرت 29 عاما كتلفزيون و18 سنة فضائية تنشر نورها ورسالتها التعليمية للعالم، فهي ذلك المنبر الحر لكل الكنائس والشاهد الحي والمثال للإعلام الحر من أجل العدالة والإنسانية أينما وجدت.
لا يخفى على أحد أن الإعلام شريك ووسيلة لنقل وغرس وصايا الله. لا تكذب، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور. وصايا عمرها أكثر من 3700 سنة، إلى جانب دوره التوعوي والعلاجي ونشر قيم المحبة والتسامح. نورسات تجدد اليوم مسؤوليتها الروحية والمجتمعية، مدفوعة بالحب، قوية بالمسيح، مسلحة برسالة النور، فهي مسؤولة عن الكل ومؤتمنة على الكل. تقول رسالة يعقوب: من الفم الواحد تخرج البركة واللعنة. وهنا مسؤولياتنا كإعلاميين، فالإعلام ليس لعبة بأيدي متنفذين، ولا هو كلام مرصوص بلا معنى أو قيمة. الإعلام مسؤولية، ولكن للأسف تحت شعار الحرية وحرية التعبير أصبحت المسؤولية خيال والحقيقة ضائعة وسط متاهة المصالح والأجندات الخاصة. مسؤولية نورسات الإعلامية اليوم هي زرع بذور الحب والتفاهم والوحدة والأمل، وبناء جسور التواصل والتسامح، ومساعدة الناس على أن يتبينوا الفرق بين الخير والشر، وأن مبدأ العيش المشترك ليس فقط ممكناً ولكنه واجب لوطن مؤمن بمعنى المحبة والوئام واحترام الآخر مهما كان لونه أو عرقه أو جنسه أو ديانته. مسؤوليتنا أيضاً هو البحث عن الحقيقة وإعلانها بما يليق بالحفاظ على حق الإنسان بالعيش بما يحفظ كرامته. أطلب في هذا النهار. وختمت السمعان بطلب من سيادة المطران والآباء الكهنة الحاضرين وجموع الشعب الصلاة لأجل نورسات في ذكراها العطرة، ومن أجل العاملين فيها لكي يستمر نورها للأمم وتبقى حاضرة مستمرة في رسالتها وعطائها إلى الأبد. ودائما معونتنا من لدنك أيها الآب السماوي، آمين. وبعدها تقبل سيادته مع الدكتور السمعان التهاني من الحاضرين في أجواء من المحبة والهيبة لن تضمحل من ذاكرة عمل فريق نورسات في الأرض المقدسة. بمناسبة مرور 29 عاماً على تأسيس تلفزيون تيليلومير و18 عاماً لنورسات، تلقت الدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات الأردن والأراضي المقدسة برقيات تهنئة ومعايدة من عدة كنائس في الأردن، معربين عن أصدق مشاعر المحبة والتقدير لنورسات ولجميع العاملين فيها، متمنين لها دوام التقدم والازدهار والعطاء. يحتفل تلفزيون نورسات بمرور 29 سنة على تأسيسه في لبنان. خلال هذه الفترة الطويلة نسبياً حقق إنجازات كبيرة ليس فقط في العالم العربي ولكن أيضا على مستوى العالم كله، وخصوصا عندما تأسست الفضائية قبل 18 سنة وجعلت من نورسات فضائية تشع على العالم كله، من أمريكا لأستراليا لأفريقيا لآسيا الشرق الأوسط وكل العالم. وبهذه المناسبة أريد أن أشيد بكل ما تحققه نورسات على المستوى الروحي. كثير من الناس يصلون على إقاع نورسات يوميا، بيحضروا القداس، بيصلوا المسبحة، يسمعوا الإرشادات الروحية لوعاظ ومحاضرين فعلا ذوي خبرة. ثم هنالك بعد ثقافي لنورسات، ثقافي ديني وثقافي واجتماعي. هنالك أيضا بعد مسكوني، ففضائية نورسات لا تهتم بكنيسة واحدة دون باقي الكنائس، بل تهتم بكل كنائس الشرق الأوسط من شرقية وغربية، وهذا يعطي لنورسات بعدا فعلا عالميا. أشكر كل القائمين على نورسات للتضحيات الكبرى التي يقومون بها، وأشكر أيضا المتطوعين الذين لا عدد لهم الذين يزودون نورسات يوميا بالأخبار. نحن سعداء بأن نورسات تغطي أخبارنا في الأردن
نحن محظوظون بالأحرى لأنه لا يوجد حدث مهم في الأردن إلا ونورسات تغطيه وتجعل منه حدثا ويذاع على الشبكة ويصل إلى الملايين بسرعة البرق. أغتنم هذه المناسبة لأشكر ليس فقط نورسات لبنان ولكن أيضا نورسات الأردن وفلسطين للجهد الحميد والمساعي الجيدة التي يقومون بها. وكل عام ونورسات بألف خير وعقبال اليوبيل الذهبي. بمناسبة مرور 29 عام على تول لومير و18 عام على نورسات، نتمنى لهم التوفيق والنجاح. تول لومير تنشر حقيقة يسوع المسيح لكل العالم، تنشر كلمة الله، تنشر كلمة السلام والمحبة والحوار والوئام والتعاون بين جميع الكنائس وبين جميع الأديان. كل هذه الفترة التي مرت أثبتت تول لومير أنها صوت الحقيقة، صوت جميع الكنائس وصوت الإنسان، وخصوصا الإنسان المحتاج، الإنسان المعذب، الإنسان الذي بحاجة إلى يسوع المسيح، الذي بحاجة إلى الله وبحاجة إلى القريب. في هذه المناسبة نشجع تول لومير على المسيرة إلى الأمام، ونتمنى لهم التوفيق. إدارة تول لومير في لبنان وفي كل العالم، مكاتب تول لومير أثبتت أن لها حضور على المستوى الرسمي وأيضا على المستوى الخاص. وفي هذه المناسبة في الأردن بشكل خاص نبعث تحية إلى أعضاء تول لومير في كل العالم، وأيضا نهنئ مكتب إدارة تول لومير في الأردن. وفي الأردن هو مكتب بدأ بشكل جديد ولكن بنفس الوقت بدأ بقوة، وخصوصا بإدارة الدكتورة باسمة السمعان وأيضا أسرة نورسات تول لومير في الأردن والعاملين فيها. ما يميز تول لومير في الأردن أن هناك استحدثوا أخبار الأردن يوم الجمعة، وفي هذه الأخبار القصيرة هناك أخبار جميع الكنائس في الأردن. ومطرنية الروم الكاثوليك بشكل خاص تشكر إدارة تول لومير لأن منذ تسلم الدكتورة باسمة السمعان فقد تم تغطية أخبار وصلوات ونشاطات مطرنية الروم الكاثوليك. وأيضا ما يميز تول لومير في الأردن أنها أيضا طورت واستحدثت موقع نورسات الأردن، الموقع الإلكتروني، والذي أيضا ينقل بالصورة والخبر والرسالة والفيديو أخبار الأردن. في هذه المناسبة نتمنى لهم عيد سعيد ونتمنى لهم التقدم، وأيضا ندعو الجميع في كل أنحاء العالم وفي الأردن أن يتم دعم نورسات معنويا وماديا وبكل النواحي. وأيضا نتمنى لهم التوفيق ونتمنى السلام في العالم وفي الوطن العربي وفي الأردن، أن يعم السلام ويدوم السلام في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني. كل عام وأنتم بألف خير. كما تلقت برقية التهنئة من سيادة المتروبوليت فينيديكتوس رئيس دير القديس يوحنا المعمدان في موقع معمودية السيد المسيح المختص، أكد فيها أن عمل ورسالة مكتب نورسات في عمان هو تجسيد للحضور المسيحي في الأردن، معربا سيادته عن تقديره وامتنانه لجهود المكتب خلال الأعوام السابقة، طالبا من الرب الإله أن تكون أعوامه القادمة مملوءة بالعطاء والخير والبركة من أجل نشر كلمة البشارة. تم تنصيب رئيس أساقفة أمريكا الجديد كيريوس البيذفورس للروم الأرثوذكس في الولايات المتحدة الأمريكية في احتفال مهيب أقيم في كاتدرائية الثالوث الأقدس في نيويورك. وخلال حفل التنصيب الذي حضره مندوبون من العديد من دول العالم، تعانقت أصوات أجراس الفرح وأصوات الإكليروس والشعب التي كانت تهتف بكلمة مستحق لرئيس الأساقفة الجديد. وشارك في الاحتفال مندوب عن النيابة الأسقفية الأرثوذكسية الأردنية والفلسطينية في أمريكا قدس الإرش مدريد الدكتور ديمسكينوس الأزرعي، الذي نقل لسيادته تهاني جميع الإكليروس ورعايا الأرثوذكس من الأردن وفلسطين المقيمين في المهجر.
وبهذه المناسبة العطرة يتمنى مكتب نورسات الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل لسيادة رئيس أساقفة أمريكا كيريوس البيذوفوروس خدمة مباركة ومقدسة لخدمة الكنيسة والإنسانية. ترأس سيادة المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسبالا قداسا إلهيا في كنيسة قلب يسوع الأقدس للسلزيان بمناسبة عيد الرعية. المزيد من التفاصيل في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. بالتزامن مع عيد قلب يسوع الأقدس احتفل أبناء رعية بيت لحم بقداس إلهي في كنيسة قلب يسوع الأقدس للسلزيان تبعته مسيرة في طرق بيت لحم القديمة حيث ترأس القداس الإلهي رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسابالا والمطران ماركوتسو ورئيس المعهد الإكليريكي الأب الدكتور يعقوب رافيدي والأباء السلزيان والأباء الأجلاء وشارك في القداس الراهبات والشمامسة وطلاب المعهد الإكليريكي ورئيس بلدية بيت لحم السيد أنطون سلمان وممثلو المؤسسات في المحافظة ورواد ومجموعات الحركة الكشفية والأخويات والجوقة وعدد كبير من المؤمنين. وبعد القداس انطلقت المسيرة التقليدية من كنيسة قلب يسوع الأقدس ترأسها رئيس الأساقفة حاملاً القربان الأقدس تحت المظلة وعلى أنغام معزوفات كشافة السلزيان أقيمت الصلوات والترتيل في شوارع وأزقة بيت لحم القديمة وصولاً إلى ساحة المهدي ومن ثم إلى كنيسة سانتا كاترينا حيث أقيمت صلاة الزياح للقربان المقدس ليعود الموكب بعد ذلك إلى كنيسة السلزيان مروراً بكنيسة السريان وكنيسة الروم الكاثوليك واختتمت المسيرة في كنيسة قلب يسوع الأقدس وبعد أخذ البركة الختامية أقيم حفل استقبال في قاعة الدير. Today this is one of these days, the feast of the Sacred Heart of Jesus. We are very happy because today we showed Christian Bethlehem and also we showed to everyone that our heart is the heart of Jesus. اليوم متجمعين في دير السلزيان بعد ما عشنا لحظات روحية كتير حلوة وعميقة ومشرفة كمان لأنه بعد ثلاثية فيها كرمنا قلب يسوع الأقدس اللي هو بالفعل حب يفيض على كل إنسان وبالذات الإنسان اللي محتاج لحب الله. اليوم بنحمل جسد المسيح سر القربان المقدس وبنطوف في صلاة وفي تسبيح بشوارع مدينة بيت لحم المقدسة وهذا إعلان كمان من شعب بيت لحم من مسيحية بيت لحم عن حبهم للمسيح. عيد قلب يسوع هو عيد الحب وإن احنا نحمل جسد ونطوب به في الشوارع هو إعلان إن احنا بنحبه وإن احنا تابعين له وبركة جسد المسيح تحل على كل إنسان شارك في هاي الصلاة وعلى كل بيت في هاي المدينة المقدسة. كل سنة وانتم سالمين وحب يسوع يملأ قلبكم وحياتكم. قلب يسوع الأقدس يعني حب الله اللي تجسد في حياتنا وفي قلوبنا لحتى يعلمنا ويكون عندنا جزء من هذا الحب لنعرف نتعامل مع الناس لنعرف نحبهم ويعرف الناس أنكم تلاميذي إذا أحببتم بعضكم بعضا. بدون المحبة مش ممكن تكون مسيحي ولا تدعى مسيحي. المحبة فقط هي التي تجعل منك إنسان قريب من الله. أما أنت إذا أحببت فستكون ساكن في قلب الله. هذا هو شعارنا وهذا هو أملنا. للنورسات مارلين الحدوى من كنيسة قلب يسوع الأقدس بيت لحم. ضمن فعاليات الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة في الشرق الأوسط عقد في العاصمة الأردنية عمان لقاء الشبيبة الفلسطينية بحضور رئيس الاتحاد والسكرتير الإقليمي والنائب الأسقفي لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك الإرشمندريت بسام شحديد وعددا من الآباء الكهنة
حيث شارك في اللقاء محاضرون من الأردن ومصر ولبنان تناولوا في محاضراتهم موضوعات حول البيئة والتحديات التي تواجهها المنطقة. وفي حديث خاص لنورسات الأردن مع رئيس الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة في الشرق الأوسط السيد زيد حداد، تحدث عن أهمية انعقاد هذا اللقاء والنتائج الختامية لأعمال المؤتمر وقال: اليوم لقاء شبيبة فلسطين في عمان هو اللقاء 12 على التوالي هذا العام، هاللقاء من تنظيم الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة في الشرق الأوسط وبرعاية مطرانية الروم الكاثوليك في الأردن. هاللقاء تخللوا عدة لقاءات بدور حول البيئة والعدالة البيئية وواقع الشبيبة المسيحية في فلسطين. من خلال هذا اللقاء تم زيارة شبيبة القديس جورجوس وزيارة كاتدرائية القديس جورجوس هي مطرانية الروم الكاثوليك والالتقاء بالشبيبة. هاللقاء مع الشبيبة يعقد كل عام، أصبح لقاء متكرر يلتقي فيه الشبيبة من الطرفين، لقاء محبة ولقاء تعارفي كل عام. هاللقاء العام كان برعاية الأب بسام والاتحاد العالمي للشبيبة. ما يميز الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة عن أي كيان مسكوني آخر إنه ده الكيان الوحيد اللي المؤسسين بتوعه والأعضاء بتوعه شباب مش كنايس، يعني مجلس الكنيسة العالمي أعضاء مجلس الكنيسة العالمي كنايس مش شباب. الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة ليه مكاتب في الأقاليم كلها، عندنا أقليم أمريكا، أقليم أوروبا، أقليم لاتين أمريكا، أقليم آسيا، أقليم أفريقيا، وأقليم الشرق الأوسط. أقليم الشرق الأوسط اللي احنا موجودين فيه في مجموعة حركات بتمثل مجموعة من الدول، عندنا الأردن وعندنا فلسطين، عندنا العراق، عندنا سوريا ولبنان والسودان ومصر. كل بلد من البلاد دي في حركة أو أكتر بيمثلوها. نحن بالاتحاد العالمي المسيحي للطلبة مثل ما ذكر الأستاذ أيمن بنعمل لقاءات للشبيبة، ونحن بهذا اللقاء جمعين الشبيبة الفلسطينية من كذا منطقة من فلسطين بالأردن كرمال نعمل لهم لقاء تحت عنوان العدالة البيئية وواقع الشبيبة المسيحية الفلسطينية. والآية اللي أخدينا نحن كرمال هذا اللقاء هي: ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت، مزمور 104. صراحة استعملنا هيدي الآية لأنه بتدل على أهمية الخلق وأهمية البيئة وقديش هي عنصر أساسي بالحياة، وهيدا كله صار من وراء طلب الشبيبة الفلسطينية أنه هن حابين يناقشوا هيدا الموضوع ويتعرفوا أكثر على المكونات اللي ممكن تساعدهم يحافظوا على البيئة ويعملوا مشاريع صغيرة على نطاق كنيستهم تساعد بهذا المجال. هاللقاء تحت عنوان العدالة البيئية واقع الشباب الفلسطيني، وبكل سنة هالشبيبة بيكون لها زيارة لكاتدرائية القديس جورجوس ولا شبيبة القديس جورجوس اللي هي عضو بالاتحاد العالمي المسيحي للطلبة إقليم الشرق الأوسط، وهالسنة كانت رئاسة الاتحاد للأردن. فنحن دائما أكيد نكون مبسوطين باستقبال هالشبيبة بكل سنة، وإن شاء الله يعني فكرة المسكونية بتكون عم تنتشر أكثر وأكثر بسنة عن سنة، وهالفكر يكون عم بتجدر بكل شبابنا بالأردن بفلسطين وبكل الوطن العربي. احتفلت الرعية الكلدانية في الأردن بمنح سر المناولة الأولى ل31 طفلا من أبنائها في العاصمة عمان وفي مدينة الفحيص. المزيد في هذا التقرير. بأجواء روحية وبتراتيل شجية احتفلت الرعية الكلدانية في الأردن بقداس احتفالي منح خلاله سر التناول الأول ل31 طفلا من أبنائها المنتشرين في مناطق العاصمة عمان وفي مدينة الفحيص. ترأس الاحتفال قدس الأب زيد حبابة بمشاركة القائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور ماور لالي وحضرة الأب نظير دكو وبحضور سعادة سفير جمهورية العراق لدى الأردن السيدة صفية السهيل
ومدير مكتب فضائية نورسات الأردن والأراضي المقدسة الدكتورة باسمة السمعان وعدد من الراهبات وجمع كبير من أهالي المتناولين وأقاربهم ومن أبناء الرعية، حيث سبق أن اشترك الأطفال بدورة مكثفة في التنشئة وتعلم خدمة القداس والتراتيل خلال شهر حزيران، بالإضافة إلى تلقيهم دروسا في التعليم المسيحي طوال السنة في كل يوم جمعة وسبت. وفي عظة القداس تحدث الأب زيد مع الأطفال شارحا لهم معنى التناول الأول ومعنى القداس، حاثا الأهل على الاشتراك بقداس الأحد مع أبنائهم وإعطائهم المثل الصالح. النقطة الأخرى، إحنا كلتنا دا نتناول من نفس جسد يسوع، معناته هذا الجسد إيش دا يسوي بينا؟ يوحدنا، كلنا نصير واحد مع كل الجماعة اللي دا تشترك بالقداس، كلنا نصير كلنا القربان اللي نتناوله يحولنا إلى جسد المسيح، جسد واحد، معناها إحنا كلنا شنو؟ أخوة، معناته إحنا كلنا واحد، واللي وحدنا هو يسوع المسيح. ولما نكون واحد معناته شنو؟ معناته لازم نتعاون مع بعضنا البعض، معناته لازم نتضامن، ما يصير أكو واحد كثير غني وواحد كلش فقير، لازم شو نسوي؟ نباوع على منو؟ على الفقير، ما يبقى واحد وحده قاعد معزول، لازم شو نسوي؟ نزوره، إذا أكو واحد مريض شو نسوي؟ نزوره بالمستشفى، إذا واحد مو بس اللي عند قرايبنا، أي واحد إحنا نسمع ونقدر نسوي شيء لازم نسوي، لأن الله شنطانة انطانا أيادي اثنين نقدر بيها نساعد، وانطانا عيون نقدر بيها نشوف ونشعر ونحس، وانطانا لسان حتى نستخدم لسان طيب وكلمات حلوة مع الناس ومع أصدقائنا، ما نقول كلمات بذيئة وكلمات جارحة. وفي الختام هنأ قدسه المتناولين وأهاليهم وشكر معلمي التعليم المسيحي وكل الكادر العامل في الكنيسة والضيوف على مشاركتهم، كما شكر المحسنين على محبتهم وتضامنهم، وشكر كذلك كنيسة القديس يوحنا دي لاسال لفرير لفتحهم الكنيسة وتعاونهم الدائم مع الرعية الكلدانية، وقدم الشكر للدكتورة السمعان على تغطيتها كل احتفالات الرعية على مدار السنة. أعلن رئيس اللجنة الرئاسية الفلسطينية لترميم كنيسة المهد في بيت لحم الوزير زياد البندك أنه خلال أعمال ترميم جرن المعمودية في الكنيسة تم اكتشاف جرن معمودية آخر دائري الشكل مصنوع من حجر مشابه لحجر الأعمدة في الكنيسة، مبينا أن هذا الاكتشاف من شأنه أن يضيف معلومات مفيدة حول تاريخ الكنيسة وأهميتها عبر الحقب التاريخية المختلفة والتي ستسهم في تعزيز الحضور المسيحي في فلسطين والأراضي المقدسة. وأعلن خبراء الآثار القائمون على هذا الاكتشاف أن أعمال الدراسات الأثرية والتاريخية جارية لزيادة المعرفة عن تاريخ الكنيسة، حيث سيتم ترميم الجرن المكتشف في المعمودية من خلال مرممين مختصين وفق المعايير الدولية للترميم، كما تم استدعاء خبراء دوليين للمشاركة في الدراسات والتحاليل الأثرية للجرن المكتشف.
يشار أن هذا الاكتشاف ليس الأول من نوعه، بل تمت اكتشافات أخرى ذات أهمية كبيرة تتعلق بمدخل الكنيسة التاريخي. انطلقت في عين تيراس بلبنان أعمال سينودوس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك برئاسة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، ومشاركة مطارنا من المنطقة والعالم ليعالج قضايا كنسية، على رأسها تنظيم عمل لجان السينودوس وأقرار الأنظمة الداخلية الجديدة لهذه اللجان ووضع أنظمة حديثة تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، إضافة إلى مناقشة وثيقة الأخوة الإنسانية التي أصدرها قداسة البابا فرانسيس مع إمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب في إمارة أبوظبي. كما عالج السينودوس قضايا تهم الأبرشيات وسبل تطوير الخدمة الروحية والاجتماعية فيها. بارك قداسة البابا فرانسيس الزوجين أنطون ديات وبثينة سميرات بمناسبة ذكرى اليوبيل الذهبي لزواجهما، وقد تلقت العائلة المكونة من الأبناء والأحفاد هذه المباركة خلال لقاء قداسته بهم في ساحة القديس بطرس في 19 من الشهر الحالي. من جهته قدم رب الأسرة أنطون ديات هدية تذكارية إلى البابا فرانسيس، وهي عبارة عن حصان مزخرف، طالبا من قداسته البركة الرسولية للعائلة ولمدينة لفحيص والأردن كاملا. ترأس المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رئيس الأساقفة بير باتيستيا باتسبالا الاحتفال الذي نظمته الكنيسة الكاثوليكية في المملكة بمناسبة يوم الحج المسيحي إلى مزار سيدة الجبل في بلدة عنجرة بمحافظة عجلون، بحضور عدد من المسؤولين وجمع غفير من المؤمنين. إلى التفاصيل. احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بيوم الحج لمزار سيدة الجبل في منطقة عنجرة بمحافظة عجلون بقداس إلهي ترأسه المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسابالا بمعاونة النائب البطريركي للاتين في الأردن المطران ويليام شوملي والقائم بأعمال السفارة الفاتيكانية المونسنيور مارو لالي وكاهن الرعية الأب يوسف فرانسيس وعدد من كهنة الأبرشية اللاتينية. حضر الصلاة أمين عام وزارة السياحة والأثار عيسى جمو ومحافظ عجلون وعدد من المسؤولين والوجهاء وجمع من الراهبات وحشود من المؤمنين القادمين من شتى محافظات المملكة. أحيت الصلاة بالترانيم المرنمة رانيا يونس القادمة من لبنان بمشاركة جوقة الرعية وعزفها. بما عيد بدل أزمان.
وبعد القراءات والإنجيل المقدس ألقى سيادة المدبر بيتسابيلا عظة القداس، أشار خلالها أن مجيء السيد المسيح إلى العالم يثبت لنا تواضعه ومحبته للبشرية بارتضائه بأن يصلب على عود الصليب. واستذكر سيادته الحوادث والكوارث الأليمة التي حلت في الآونة الأخيرة على العالم العربي، وقال إن ثمن ذلك هو حياة فرح وسعادة في المسيح، وهو أعظم من أي شيء آخر على هذه الأرض. Jesus for 2000 years always has been a source of contradiction. يسوع يعني لحد الآن لألفين سنة هو علامة ومصدر لهذه التناقضات. We see everywhere in the world. نجدها في كل أنحاء العالم. The last Easter, you remember for Easter, a lot of Christians were killed because they were Christian. إذا بتتذكروا في عيد الفصح السابق هناك كثير من المسيحيين الذين قتلوا. Toward Jesus, there is no gray or black and white or yes or no. الاتباع نحو يسوع هناك فقط جواب يعني يا نعم يا لا. And to be Christian means to say yes to Jesus. وأن تكون مسيحي هو أن تقول نعم لله ليسوع. And this has a price. وهذا يتطلب أن تدفع الثمن. I think every one of us in his experience of life knows how sometimes it's difficult to say yes to Jesus. وأكيد كلنا عندنا هذه الخبرات، قديش صعب إنك تحكي yes، تحكي نعم ليسوع. Yes, everyone understand, don't worry. Okay. So it's important. We say to look for Jesus, but when you find him, to say yes every day, not just the first time, then finished. To say yes every day to Jesus. جدا مهم أن عندما تتطلع نحو المسيح في هذه العلاقة اليومية تحتاج يوميا إلى أن تقول نعم لله لمشيئته في حياتك. And to be ready to pay the price. وأن تكون مستعد لدفع الثمن. Because what we find in Jesus is greater of any other things. لأنه ما سوف تجده في المسيح هو أعظم من كل شيء آخر على هذه الأرض. وختم سيادته عظته بتهنئة جموع المؤمنين بيوم الحج إلى مزار سيدة الجبل في منطقة عنجرة، وقال إننا اليوم نفخر سويا بسيدة الجبل التي تجمع كل قاص ودان بين ثنايا جدرانها لطلب شفاعتها. وفي ختام الصلاة وبعد التناول من الأسرار الإلهية حمل سيادة المدبر أيقونة سيدة الجبل ودار بها بين جموع الحجاج على أنغام التراتيل المريمية للمرنمة رانيا يونس. يشار بأن كنيسة سيدة الجبل تعد من المواقع الخمسة المعتمدة من الفاتيكان للحج المسيحي، وتم افتتاح المزار في شهر أيار الماضي بحلة جديدة بعد أعمال من الترميمات والصيانة تليق بقدسية المكان وهيبته. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. تنصيب المطران البيذ فورس رئيسا لأساقفة الروم الأرثوذكس في أمريكا. الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بيوم الحج لمزار سيدة الجبل في عنجرة بمحافظة عجلون.
لقاء احتفالي بعمان لسيدات الكنيسة السريانية الكاثوليكية. اكتشاف جرني معمودية جديد في كنيسة المهد ببيت لحم. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.